والله هذيك الساعه كتكوني خسرتي صحتك وخسرتي هذا والله العظيم. وكاع الا تلاقيت انا وياه كنتلاقاو سيمانه في الشهر من واحد الناحيه ديال واحد الكنس غدار، ديال واحد الكنس غدار هذه بصراحه كتجي دقه مور دقه دقه مور دقه. وكيف ما كنقولوا دازت عليا الدكاكه في بزاف ديال الحاجات، فهاد الشيء خلى علاش جيت وهضرت معكم في فيديو، هضرت معكم على بنادم اللي كيكون غدار. السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف 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 والله، عارفه راسي غبرت عليكم واحد المده اللي طويله. تقريبا دابا جايه شهرين ما حطيت حتى شي حاجه، وكنلقى بزاف ديال الناس كيسولوا فيا فين مشيتي، شنو السبب اللي خلاك تغبري، علاش بقيتي كتحطي والو. فغبرت عليكم حيت كانوا عندي بزاف ديال الاسباب، بزاف ديال الظروف اللي بسببهم باش غبرت، وبدنهم واحد السبب اللي رئيسي اللي هو اللي خلاني نغبر اكثر، هو انني كان خاصني نقاد حياتي، كان خاصني نحيد شي ناس من حياتي، كان خاصني نرتب حياتي ونقادها، حيت ما يمكنش نبقى عايشه في التخربيق ونبقى عايشه في شي حاجه اللي انا ما مرتاحاش فيها، ولا شي حاجه اللي تنشوفها بعيني ما مسلكانيش وما لايقاش ليا بالعربيه، ما لايقاش ليا. فهذا هو اللي خلاني نغبر عليكم. انا كيف ما قلت لكم، كيف ما قلت لكم داك القرار اللي كنت خديت، هو اني ملي كيكون عندي شي ظروف ولا شي حاجه شخصيه ديالي، فكنفضل اني نحيد نغبر على اني نبقى نعطي التفاصيل ولا هكا، مش حيت ماشي اي حاجه كتقال. كنت نقدر نكون شحال هادي نكون كنت كندير هذا الغلط هذا ونقول، واخا ما كندخلش في لي ديتاي، ولكن كنت كنقول يعني السبب الرئيسي وهذا وهذا. ولكن دابا يعني بزاف ديال الحاجات اللي تبدلوا في حياتي، فكنشوف لي حاجه الحاجه اللي شخصيه بيا واللي ما يمكنش تقال، فكنبعد باش حتى في الفيديوهات ما تبانش، وحتى هذا ما يتبانش فيا. لحقاش انسان فاش كيكون عنده شي ضغط ولا عنده شي مشكل ولا هذا راه تتبان فيه، واخا يحاول يدير فيديو هو اليز ومرتاح، ولكن راه كتبان له في عيني انه ما مرتاحش وداك الشيء. فانا كنبغي نعطيكم غير الحاجه اللي ايجابيه واللي تقدروا، ولا شي تجربه ديالي وفدت دابا الحمد لله، انا فدت ديك المرحله وانا دابا بخير الحمد لله. اهم حاجه هي راسكم، من مور هذا الشيء اللي داز عليا ومور هذا الشيء اللي دوزت، اكتشفت ان راسي هو اهم من اي حاجه، اهم من اي حاجه هو حتى راسك، واللي غيبقى معك حتى الاخر راسك ثم راسك ثم راسك. علاش؟ حيت ملي كتعطي الانسان اكثر من القيمه ديالو، ولا منين كتعطيه واحد القيمه كبيره اكثر من اللي كيستحق، كيطلع لك فوق راسك، كيولي يحسبوا بان ديك القيمه راه مفروض عليك انك تعطيها له ولا ما نعرف، فهمتوني؟ ف هادشي اللي وصلت لي انا من مور التجربه هذه، الحمد لله هادشي اللي وصلت لي، واي حاجه تندوزوها في حياتنا فكنتعلموا منها واحد الدرس ضروري، هذه حاجه اكيده. فنخليكم في الموضوع ونقول لكم شنو كاين. كيوصلوني بزاف ديال الميساجات ديال واش تفارقتي مع راجلك، واش عندك مشكل مع راجلك، واش شوفوا باش نكونوا واضحين مع بعضياتنا، اي وحده كيف ما بغات تكون دابا، انا واخا زعما كاينه في السوشيال ميديا وداكشي راه كنعيش كاي وحده عاديه، زعما ما كاينش فرق، غير هو الفرق هو انني انا تنصور فيديوهات والوحده عاديه ما تتصورش، هذا هو الفرق اللي بيناتنا. اما كلشي كيعيش المشاكل، كلشي كيعيش الضغوط، كلشي كيدوز من نقاشات، يعني هادشي هذه حاجه طبيعيه اللي كتكون بين الازواج، يعني كلشي يعني ما يمكنش شي جوج مزوجين ما يكونش بيناتهم نقاشات، ولا ما يكونش بيناتهم مشاكل، ولا ما يكونش بيناتهم هكا صراعات ولا هذا، ما يمكنش يعني هذه حاجه، واخا نقاش بسيط وراه كيكون. فكنلقى بزاف فيما كنغبر كنلقى بحال هذا السؤال، هذا السؤال بالضبط كنلقاه بكثره. فاللي بغيت نقول لكم هو ماشي اي حاجه كتوقع خصوصا في المشاكل الزوجيه خاصني نجي ونقولها هنا وداك الشيء، لحقاش هذه ماشي شي حاجه اللي زوينه نهائيا، على حسب التجربه ديالي انا هنا في يوتيوب فيديوهات وداك الشيء، ماشي شي حاجه اللي زوينه، كنهضر على راسي، ماشي شي حاجه اللي زوينه، وما نبغيش نولي نعاود هذا الشيء نهائيا، ما نبغيش نولي، مستحيل انه يولي تعاود ولا يولي تعاود نفس الغلط، شي حاجه اللي مستحيله. ودابا غادي نعطيكم الخلاصه، تلقاو النيشان بلا ما نطول عليكم اكثر من هكا، غادي نعطيكم غير الخلاصه وصافي. ما هذا الفيديو هذا بغيت نديرو لكم كتوضيح، ماشي ندخل اليوتيوب ونبدا لكم فيديوهات بلا ما نوضح لكم علاش غبرت، بلا ما نقول لكم حتى شي حاجه، غير ندخل ونبدا في فيديوهات نيشان. لحقاش اليوم كان غيكون فيديو واحد اخر هو اللي كان غادي يكون، هو اللي غادي يتلاح لكم، ولكن فكرت قلت ما يمكنش اني
غبرت عليهم بزاف ديال الوقت، ونجي ونقول لهم السلام عليكم صافي، ونبدا نيشان في الفيديوهات ديالي. فاللي بغيت نقول لكم البنات، بالنسبه للسبب اللي كيسولوني عليه الناس اللي كيسولوني في ميساجات وداك الشيء وفي كومونتيرات وداك الشيء، واش تفرقتي مع راجلك واش تفرقتي مع راجلك، ما تفرقتش مع راجلي ما حتى شي حاجه، ما كاينش كاع مشاكل مع راجلي اصلا. انا وراجلي ما كنتشوفوش بزاف، والله ما كنتشوفو بزاف باش يكونوا مشاكل بيناتنا. وكاع الا تلاقيت انا وياه كنتلاقاو سيمانه في الشهر، ما كنفوتوهاش، يعني ما كنلقاوش حتى الوقت فين ندابزو يعني ما كاينش الوقت فين ندابزو ولا فين نتشوف انا وياه وندابزو داكشي بحكم الخدمه ديالو، ما كيكونش بزاف معايا في الدار وصافي. يعني انا تاقلمت مع الوضع، ما يعني ماشي كنشوف زعما الغياب ديالو كيشكل ليا واحد العائق في حياتي، ولا ما كنشوفش كاع نهائيا الغياب ديالو كيشكل ليا عائق في حياتي بصراحه والله، حيت هو خدام على راسو، الله يعاونو الله يسهل عليه، وانا عاوتاني راه مقابله داري ومقابله هكا وهكا وهكا، والحمد لله عايشه بخير، اللهم لك الحمد، مع بالناحيه ديال راجلي عايشين بخير والحمد لله. هذه زعما والله ما تنكذب عليكم فيها ولا زعما تنتصنع عليكم ولا شي حاجه، الحمد لله من هذه الناحيه مرتاحه. انا من ناحيه اخرى اللي ما كنتش مرتاحه، من واحد الناحيه ديال واحد الجنس غدار، ديال واحد الجنس غدار، هذه بصراحه شويه فاش كنتفكر هذا الموضوع تنتعصب، ديال واحد الجنس غدار اللي كنا نيت انا ومراد درنا فيهم الثقه، واخا مراد ما كانش داير الثقه 100%، ولكن انا ماشي غنقول لكم انانيه، انا ماشي نيه، ولكن كنمشي بحسن النيه. اما انا ما حتى شي واحد منيه في هذا الوقت، حتى شي واحد زعما ما تقول ندوزها عليه ولا، ولكن بنادم تيمشي بحسن النيه بحكم الا كان كيبغي داك الشخص ولا كان عزيز عليه داك الشخص ولا هذا، فتيمشي معاه بحسن النيه، هذا هو اللي كاين. فحنا شنو كان وقع لينا؟ كنا تلاقينا مع واحد الناس اللي كانوا باينوا لنا في الاول الوجه ديال الطيبوبه والوجه ديال البراءه والوجه ديال حسن الاخلاق وبزاف ديال الحاجات اللي تشوفهم تحلف ان تقول ما هذوك ما يخرجش منهم هذا الاعجاب كامل. فمشينا معهم حتى حنا بحسن النيه، تعرفنا عليهم، كانوا كيجيو عندنا للدار بزاف ديال الحاجات، ففي الاخر خرج منهم العجب. شوفوا عمركم ما تثقوا في الناس، واخا انا الصراحه والله الا مازال لحد الساعه مازال عندي واحد مرت صاحب مراد عزيزه عليا، وواحد البنت واحده اخرى حتى هي بوليداتها، هادو بجوجهم اللي مازال عزاز عليا الصراحه. الله ما من تسمى ليها من دوك الناس اللي كنا دايرين فيهم الثقه وبزاف ديال الحاجات، عرفتي راه خرج منهم العجب ديال بصح. و من تما قلت لمراد ستوب، قلت له دابا من هنا للفوق يمكنش انا نديرو الثقه في شي حد، ولا تصوروا معايا بنادم يوصل به انه يسحر لك، بنادم يوصل به انه يبغي يشتت لك العش ديالك، يبغي ما فهمتش علاش، لو كان غير على شي حاجه، لو كان هي انا عندي شي حاجه زايده عليهم نقولوا راه مساكن حسدوني ولا، ولكن ما كاينش زعما شي حاجه نهائيا، عايشه كاي مراه زعما ما زايده عليا حتى شي حاجه، هكاك بنادم هاز في قلبه من جهتك وما حاملكش وباغي ياذيك وباغي يشتت لك، ما فهمتش علاش، والله ما فهمت علاش كاين هذا النوع ديال الناس اللي كيبغي ياذي، ما فهمتش والله عليها باش قلت لكم البنات، حتى شرا تعرضت لبزاف ديال الحاجات اللي خايبين منهم السحر، منهم بزاف ديال الحاجات، واخا انا كنت زعما مخرجه الفكره ديال داكشي ديال السحر من راسي وبزاف ديال الحاجات عايشه نورمال، ولكن باش كتشوفي الحاجه بعينك وكتشوفي كل شيء بعينك راه لا اله الا الله، راه بزاف على هذا الحسد وبزاف على هذا الحقد وبزاف على كون كنتي غير دايره شي سبب ولا زعما بيناتكم شي حاجه ولا شي حاجه وقعت بيناتكم في الماضي، ولا تقولي راه بصح راه ما تسرطاتش ليه داكشي اللي درت له، ولا ولكن بنادم ما درتي له والو، ما اديتيه حتى شي حاجه وباغي اديك وباغي ما عرف شنو يدير لك، راه بزاف والله الا بزاف. فعليها بنات باش حبست ورجعت للور، ملي كيكون شي حد دايرك في راسو وباغي ياديك تياديك، ملي كيكون بنادم دايرك في راسو ومدخلك في راسو وباغي باي طريقه ياديك تياديك والله العظيم. فما بغيتش ندخل لكم البنات في لي ديتاي، فحطيو راسكم، ماشي اي واحد بين لكم ديك الضحيكه راه كيبغيكم ولا
خصوصا اللي ما تعرفوش مزيان واللي الله تعرفتو عليه ولا هذا، ما تثيقوش نهائيا، ما تثيقوش، حيت ما كايناش الثقه صراحه، والله ما كاينه الثقه. ما عرفتش علاش بنادم تشوفك مستقره غير في دارك وهانيه وبخير تيحسدك على هذاك الاستقرار، كيحسدك كيقول ما خصكش تعيشي مرتاحه، خصك تعيشي في الهم والغم وتعيشي ما مرتاحاش، وهذا هو تيكون في خاطره وتيكون مرتاح. ايوا المهم البنات ما زيدش ندخل في التفاصيل اكثر من هكا، واخا وقعوا بزاف ديال الحاجات، انا قلت لكم غير السبب من هاد الاسباب هادو، ولكن راه كانت كتجي دقه مور دقه دقه مور دقه، يعني كيف ما قلت لكم قبيله الواحد ملي كيديرك في راسو راه يلا يحفظ، ولكن الحمد لله ربي ورضات الوالدين واقفين معايا، وحق الله ما كان اديش الناس، ما كان ادي حد، ما كان ولو بالهضره ما تناديش، ولو غير بالهضره ما تناديش، فالحمد لله ربي كينجيني بزاف ديال الحاجات. ملي كتكوني غاده بالنيه ديالك وبحسن النيه ديالك ربي كيبين لك بنادم الخبيث قدامك واضح، تيبين لك الافعال ديالو، تيبين لك كل شيء. الحمد لله انا ما كنت ما درت جهد باش نحصل بنادم، ما درت والو، شتو ما درت مجهود باش نحصل شي حاجه، ما درت حتى شي حاجه، داكشي بان قدامي لحقاش انا مشيت بالنيه ديالي، هذا هو اللي كاين. والله سيروا غير بالنيه ديالكم، ما تخافوا من والو، لحقاش ملي كتكوني ما كتاديش الناس ربي كينجيك من بزاف ديال الاذى ديال وحدين اخرين. الحمد لله هو ما كانش بغاو ياديو بزاف ديال الحوايج، وضريت شويه في نفسيتي، ولكن الحمد لله ماشي داك الاذى الكبير اللي كانوا ناويين بيا هما. الحمد لله والشكر لله على اي حال. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نوصيكم عليها هو تعيشوا لراسكم، تعيشي لراسك، ديري الخط لراسك بزاف ديال الحاجات. والله دابا بنين ما بقيتش عايشه انا ومراد بزاف، يعني كيف ما قلت لكم ما تنتلاقاوش بزاف، مي بقيت كنقاصه مع راسي، ما نتوما عارفين انا ما عنديش وليدات وبزاف ديال الحاجات عايشه مع راسي، فعرفت بزاف ديال الحوايج، قديت بزاف ديال الحاجات في حياتي، والله وليت عايشه مرتاحه. علاش؟ لحقاش وليت عايشه لراسي اكثر، عايشه لراسي. شوفي داكشي، ديري داكشي اللي انت مرتاحه فيه واللي انت كتشوفيه انت غادي يريحك وغادي يزيد بك القدام، وهذا ديريه، ما تسوقيش لهذا غادي يوسوس لك في راسك، والاخر يقول لك اشنو ديري، والاخر يقول لك اشنو ديري. ديري داكشي اللي انت كتكوني مرتاحه فيه واللي انت كتشوفي راسك مرتاحه فيه، لحقاش اي نهار فاتنا ما غاديش نوليو نعاودو نعيشو، ولا غادي نوليو نعاودو نرجعو ليه، ما يمكنش. اي نهار فاتنا فكينقص من عمرنا، فنعيشو كيف ما بغينا حنا، نعيشو حياتنا كيف ما بغينا، نحضيو راسنا من الناس الخباث، وهذه هي اهم حاجه، وما تاديوش الناس، هذه هي اهم حاجه. ملي كتاديش الناس ربي كينجيك من الاذى ديال وحدين اخرين. وصافي البنات، المهم هادشي اللي كنت بغيت نقول لكم. شكرا بزاف للناس اللي كيسولوا فيا، شكرا لكم بزاف بزاف، والله واخا من هي نشكركم، ما نفيكش لكم حقكم، لحقاش كنلقى بزاف الناس يسولوا فيا، كي اللي كيسولي فيا ما كيسولنيش السؤال ديال واش فاقتي مع راجلك وداك الشيء، شنو واش مريضه، واش هادي واش هادي. الحمد لله ما كنتش مريضه، ولكن كنت مضروره في نفسيتي واحد شويه، ماشي بزاف، لحقاش انا واحد الانسان اللي داز عليا بزاف ديال الحاجات، وكيف ما كنقولوا دازت عليا الدكاكه في بزاف ديال الحاجات، فهادشي خلي يكون عندي، عطاني واحد الدرس كبير في الحياه. والله ماشي ما عادي الا كانت شي حاجه قويه هي اللي تقدر تهرسني، اما شي حاجه غير بسيطه ولا هذا ما كنتسوقش ليها بزاف، ما عدا الا كانت شي حاجه شي ضربه اللي قويه هذيك اللي تخليني نطيح، ولكن ماشي كنبقى طايحه، الحمد لله كنولي نوض وكنولي نبدا من جديد. لحقاش شوفوا الحياه ما كتوقف عند حتى شي واحد، هذه باش تكونوا عارفينها، الحياه ما كتوقف على حتى شي واحد، حياتك غتستمر. واخا بعض المرات تنقولوا لا الا غدرني هذا الانسان ولا مشى من حياتي هذا الانسان ولا هذا نقدر نضمر، نقدر ما نعرفش نعيش، نقدر غتعرفي تعيشي وغتولي تعيشي وغتولي تبداي حياتك من جديد وغتنسي كل شيء، هذاك هي هضره تنقولوها تنبقاو نوهموا بها راسنا وتنبقاو نخربقوا. اما هي الحياه كتستمر، واخا ما عرفش شنو شكون يمشي من حياتك كتستمر الحياه الا عرفتي انت كيفاش تسيري حياتك. هذا الشيء اللي كاين البنات، ما كما قلت لكم الحياه ما كتوقف عند حتى شي واحد. الحمد لله كيوقعوا لينا مشاكل، حتى انا انسان عادي كيوقعوا لي مشاكل، كيوقعوا لي ضغوطات، كيوقعوا لي بزاف ديال الحاجات اللي كيوقعوا لي،
ولكن الحمد لله والشكر لله. شنو غادي نديرو؟ خصنا نحمدو ربي ونشكرو على اي حاجه. ما الا ما لم حمدناش الله وما مشكرناش ورضينا بالقضاء والقدر ديالنا، وهذا نبقاو عايش متعوبين. اهم حاجه هو ما توقفيش وتشدي يديك وتبقاي حاطه يدك ولا حاطه وجهك، عطي وجهك المخده وكاسه كتبكي ومفزقه المخده بدموعك، هذيك هي هذيك المصيبه. اما الا نتي وليتي بديتي من جديد، هذيك راه هي احسن حاجه تقدري ديريها في حياتك، هي تولي تنوضي وتبداي من جديد. فهذا رساله لاي بنت كتحس براسها مدمره، كتحس براسها ما الدنيا ما معاك سمعاها، ولا ما تفكريش هكاك اختي. نوضي وديري كل ما في جهدك، تحتي طحي مره جوج ثلاثه اربعه، ولكن غادي تكوني اكيده انك غادي تنجحي في الاخر. فهادشي اللي كاين البنات، والله كنصحكم من قلبي، لحقاش والله دازو عليا بزاف ديال الفترات اللي خايبين. منهم هاد الفتره هادي اللي دازت، راه دازو عليا بزاف ديال الحاجات. انا راه قلت لك عطيتكم غير شويه من بزاف، والله بغيت نعطيكم هاد الرساله هادي. علاش جيت وهضرت معكم في فيديو؟ هضرت معكم على بنادم اللي كيكون غدار، وهذا غير باش تاخذوا تجربه، ماشي تجربه، تاخذوا نصيحه، غير نصيحه وصافي. شي حاجه اللي تتوقع ليا وتتكون فيها نصيحه لواحد اخر، والله لازم نبغي نقولها لكم وحق الله. فهادشي اللي كاين، تنهضر معكم ديما من قلبي، و والله تنهضر معكم دابا بحال جالسه مع خوتي، داير ابل فيديو مع خوتي ولا شي حاجه، والله العظيم. وهادشي اللي كاين البنات، وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف، ونتلاقاو في فيديو جاي اللي غادي يكون ان شاء الله زوين بزاف وغادي يعجبكم. لحقاش الفيديو الجاي زوين بزاف هو اللي كان غادي يكون اليوم، ولكن ما كتبش، بغيت ندير هذا هو اللي يكون اليوم باش نوضح لكم شنو كاين، ومنها كما قلت لكم تستافدوا خاي شويه من واخا انا عارفه راسي ما وضحتش لكم كلشي وما قلت لكمش كلشي، ولكن انا غير لمحت لكم وانتم غتفهموا من راسكم، فهمت؟ وغتكملوا من راسكم، حيت ماشي كلشي كما قلت لكم كيتقال. انا غير لمحت لكم، واما لا جيت نقول لكم شنو كاين ونعاود لكم بالتفاصيل ونقول لكم كلشي، راه خصني ماشي غير فيديو، راه خصني الرامد الفيديوهات، خصني فيديو تابع فيديو تابع فيديو تابع فيديو، ويا ربي نكمل، خصني شي شهر ديال الفيديوهات عاد نكمل لكم. ولكن ما يمكنش، ما يصلحش كل حاجه، اي حاجه وقعت نقولوها ما يصلحش نهائيا، ما يصلحش مره والله هذه كنهضر انا عن تجربه، عن تجربه. لحقاش هذا الشيء زعما اي حاجه تنقولها لكم والله عن تجربه وحق الله. فهذا الشيء اللي كاين، وسمعوا التقاقيب عندي، راه ماما معايا، حيت بنيت نبقى بوحدي تجي ماما تبقى حدايا، وداك الشيء ماشي ديما الصراحه، مره تجي تونسني شويه وتولي تمشي. فما كتبغيش زعما نبقى بوحدي ويبقى معايا بالتليفون، عادي شنو كديري شنو هادي شنو هادي. ولكن انا ولفت بوحدي، والله ولفت بوحدي، نوض نوجد الفطور ديالي ولي نوجد الغدا ديالي، نوجد العشاء، نخرج نقضي اغراض ديالي، ندير هادي ندير هادي ندير هادي. فولفت والله، فاش كتولفي بوحدك كتولي تعولي على راسك، تتولفي دغيا، تتولفي وتعجبك. مش كزعما كتولي تقولي لا وانايا وعلاش غنهز المسؤوليه وعلاش وكان راجلي وهذا وهذا. انا صراحه ما تنقولهاش، عادي عادي عندي، انا بالنسبه ليا عادي، وتمراد عارف بان هادي هادشي عندي عادي، وهو مرتاح من هذه الناحيه. لحقاش عندي عادي، وتنسلك راسي باللي كاين، تنسلك راسي يعني، ما ماشي ماشي زعما ساده ليا هذا وتنقول لا ونخاف من هكا، لا تن اي حاجه خاصني نقضيها ولا خاصني نديرها تنخرج ونمشي نقضي حوايجي ونقضي اللي خاصني نقضي، صافي ورجع بحالتي للدار وانا بخير مع راسي والله ما تكوني مرتاحه مع راسك، تكوني بخير مع راسك، تكوني مرتاحه، والله انت نشوف واحد التغيير كبير في شخصيتي. حيت شحال هادي ما كنتش بحال هكا، شحال هادي كنت غير حاجه صغيره تقدر تضرني، حاجه صغيره تقدر تاثر فيا، غير حاجه صغيره تقدر ترجعني للور. ولكن دابا لا، دابا راسي هو الاول، علاش؟ حيتاش مني كترجعي لقلبك وكتبقاي تحكي غير بوحدك على الاقل، من هي حاجه تنوضي تحكي وما يعجبكش الحال وتنوضي تبكي وتنوضي تقولي علاش دار ليا وعلاش فعل ليا وعلاش ترك ليا وعلاش عامل معايا هكا وعلاش دار وعلاش دار، اجيبها غير بصحتك في الاخر. في الاخر تلقى راسك راكي شربتي قبل الوقت، تكمش لك وجهك قبل الوقت، ناض فيك الكلف، ناض فيك العجب المعجب، اللهم اختي بدا يطيح لك شعرك، مالكي لا حالتك اختي، ترخيها وارتاحي مع راسك وعيشي مع راسك، كولي وشربي وضحكي ونشطي ومولاها ربي. هذا هو اللي كاين اختي، الله يسلمك، نصحك من قلبي انا والله حتى انا كنت بحال هكا شحال هادي، كنت نبقى نسمعك على اقل حاجه ونبقى نتفقص. ولكن دابا عندي هانيه، مرتاحه مع راسي الحمد لله، ما مسوقه ما والو، ما نبقاش نتغدد على اقل حاجه. وخصوصا انا هادشي كنديرو ليا بومزوي، بومزوي كندير ليا واحد
اش نقول لكم، واحد العائق في حياتي راه ما كنتش كاع مرتاحه، راه كنت وحده اخرى وليت وحده اخرى، كنت حاجه وليت حاجه اخرى. الحمد لله والله من تهنيت من بوم زوي وراكم شفتوني كيفاش كنت ضعيفه وحالتي حاله ما مش نقول لكم. انا بعدا ملي تنفكر قبل كيفاش كنت كنقول فاطمه الزهراء مالكي على ديك العيشه كنتي عايشاها بحال هكاك، ولكن دابا الحمد لله والشكر لله. حتى داك كان فيا كنت ضعيفه بزاف وكنت، ولكن دابا الحمد لله والله تبدلت بزاف. دابا مشيت ملي تهنيت من بوم زوي تهنيت من حيت بوم زوي هو كيدير لك واحد كيكون كيدير لك واحد النسبه ديال الاكتئاب وداك الشيء كيديرها لك. حيت انا مجربه الاعراض ديالو كاملين، وهذا كيدير شي اعراض في الشكل بزاف اللي كتقولي راه وقيله انا مريضه بشي مرض، ولكن الحمد لله دابا وليت مزيان وليت بخير في صحتي الحمد لله. اللهم لك الحمد، والله هذه هي اهم حاجه، هو تكوني مزيان في صحتك، تكوني بخير، تكوني هانيه في بالك. شنو بغيتي اكثر من هكا؟ والو لا بغيتي شي حاجه اكثر من هكا راه خصك لاصا تقصتي انت عندك هادشي كامل، عندك صحتك وعندك راحه بالك وعندك كلشي، راحه بالك انت اللي تقدري ديريها، ماشي واحد اخر اللي غيقدر يديرها لك. راه شوفي راه دابا الخاطر ما بقاش عند شي حد، راه داك الراجل اللي انت كتسني منه يدير لك الخاطر وهذا يا ربي هو يلقى الخاطر باش ما هو ما عندوش الخاطر باش يدير لك انت الخاطر. والله دابا بنادم ولا مضاربها مع راسه، يا ربي هو يكون مزيان مع راسه يدير الخاطر على راسه، عاد ما يديرولو شخص واحد اخر. فانت يا سهلي على راسك الحياه، انتي اختي عطي الراحه لراسك، انتي اختي وفري الراحه لراسك. فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم؟ فما تتعبوش راسكم، ما تتعبوش راسكم على اقل حاجه، حتى كاين شي حوايج ما كيستاهلوش كنبقاو نضيعوا عليهم جهدنا ووقتنا وصحتنا، وفي الاخر كنبقاو ندموا كنقولوا ايه كوكان وكوكان وكوكان. ديك الساعه ما كاين ما كوكان والله ديك الساعه كتكوني خسرتي صحتك وخسرتي هذا والله العظيم. الحاجه المهمه هي رخيها رخي اختي رخي، وهذا ما عرفتش مالي عينيا البنات كيبقاو يدمعوا ليا مره والله ما عرفت علاش. كنلقى هذا المشكل بزاف، تقول لي من الكحول ولا شي حاجه، ماشي من الكحول، بعينيا بعض المرات ما كيكون فيهم والو كيبقاو يدمعوا ليا. ايوا المهم البنات طولت عليكم بزاف، المهم بسلام عليكم، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا حيت شكرا لكاع البنات اللي وصلوا حتى لهاد اللقطه هذه، شكرا لكم بزاف. والله دابا هضرت معكم في هذا الفيديو، والله حتى هضرت معكم من قلبي وحق الله، شتي هضرت معكم بحال كنهضر مع اختي ولا كنهضر مع بحال دايره معكم ابل فيديو وصافي، ما تنهضرش معكم زعما بحال راني دايره فيديو في يوتيوب ولا شي حاجه، تنهضر معكم من قلبي بحال خوتي ولا كيف ما قلت لكم بحال دايره معكم ابل فيديو والله العظيم اختي رخيها ونشطي وضحكي وفرحي وعيشي كل لحظه في حياتك عيشيها، ما تقوليش لي لا انا ما عنديش فلوس، لا انا هادي، لا انا هادي، لا اختي عيشي بداكشي اللي عطاك سيدي ربي، حمدي ربي وشكري عليه، ربي غيبارك لك في داكشي اللي عندك، وكون عندك القناعه وتكوني هذا والله ربي ما يخليك ماشي مزيان، غتكوني فرحانه وحمدي ربي وشكري على اي حاجه، ربي غادي يعطيك الفرحه ويعطيك السعاده في قلبك والله. فبارك عليا انا بقيت كنهضر معكم ماما ساليسه الصباح، يلا بالسلامه عليكم، تلقاو فيديو جاي، تسناو فيديو جاي غيكون زوين بزاف.